الإعصار دانيال حيغرق اسكندرية ومطروح، العاصفة دانيال حتغرق مصر. الجملة دي هي لسان حال كل المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وده طبعا بعد ما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من عدم استقرار الأحوال والأوضاع الجوية لمدة 48 ساعة الجايين. هيئة الأرصاد حذرت من إن إعصار دانيال خلاص بيقرب من السواحل الشمالية، والمفترض على كلام خبراء الأرصاد إن العاصفة هتبدأ من غرب البلاد وهتمتد لمناطق من الشمال. وطبعاً العاصفة أو الإعصار ده هيكون مصحوب بسقوط الأمطار مختلفة في شدتها، يعني شوية أمطار خفيفة شوية تانيين أمطار شديدة، وممكن إنها توصل في أوقات لأمطار رعدية على فترات متقطعة. طبعاً جمهور السوشيال ميديا قلقان من كلام هيئة الأرصاد، وبدأوا يشاركوا في الترند ويتوقعوا ويتنبأوا هم كمان، وطلعت أخبار كتير وأقاويل كتير جداً إن الإعصار ده هيدمر مصر وهيبدأ بمحافظتين وهم اسكندرية ومرسى مطروح. والموضوع بدأ ينتشر على نطاق واسع قوي وعمل قلق وخوف لمجموعة كبيرة من الناس. وهنا قررت هيئة الأرصاد إنها تدخل عشان توضح الحقيقة وتكشف اللي هيعمله الإعصار دانيال في مصر. خبراء الأرصاد الجوية طلعوا نفوا كل الكلام اللي بيتقال بقاله يومين على السوشيال ميديا تماما، وأكدوا تاني إن الإعصار ده كل اللي هيعمله هو احتمالية سقوط الأمطار المتوسطة، وممكن إنها تبقى أمطار غزيرة في بعض الأوقات وممكن توصل لأمطار رعدية على فترات متقطعة لا أكتر ولا أقل. أما بقى بخصوص اسكندرية ومرسى مطروح، فالأرصاد طمنت أهل المحافظتين دول تماما وقالوا إن فرص سقوط الأمطار عليهم ومعاهم سيوة هتكون أكتر شوية من أي مكان في مصر، وعشان كده طلبوهم بإنهم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار اللي هتترتب على الظواهر الجوية المتوقعة. وتوقع خبراء الأرصاد كمان إن الأمطار في القاهرة هتبدأ من يوم الثلاثاء الجاي، ومع الأمطار دي هيكون في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. طيب تعالوا كده نعرف الإعصار دانيال ده إيه وبدأ إزاي وليه الخوف ده كله منه. بدأ الإعصار دانيال من غرب تركيا واليونان وبلغاريا وجنوب إيطاليا لحد ما وصل في النهاية لغرب ووسط وشرق ليبيا. خبراء الأرصاد أول ما وصل الإعصار لليبيا قالك بس هو كده من المفترض إنه يلفظ دانيال أنفاسه الأخيرة بعد ما وصل لشرق ليبيا، تحديدا بعد رحلة طويلة. لكن زي ما بنسمع في الأمثال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الإعصار خلاص كان قرب يهدأ، وفجأة يجيله إمداد من الهواء البارد من منخفض جوي متمركز شرق البحر الأسود. الإمداد ده كان سبب زيادة قوة المنخفض بشكل ملحوظ وتحول لعاصفة متوسطة شرق ليبيا. عشان كده هيئة الأرصاد حذرت من تعمق المنخفض لغرب مصر، لأن هترتفع قيم الضغط وهتخف قوة الحالة الجوية عن اللي هي كانت عليه في شرق ليبيا. لكن ده برضو ما يمنعش إن مصر هيكون فيها أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق. واللي خلى الكل يخاف من الإعصار ده بشكل كبير هو إن الكوارث اللي سببها إعصار دانيال بيأكد إنه أقوى وأخطر من عاصفة التنين. العاصفة دانيال بتاخد وضع الدوران حوالين مركز المنخفض عشان تشكل شكل عين مقفولة، وبكده تكون اكتسبت خصائص استوائية. وتوقعت الأرصاد الجوية كمان إن بقايا العاصفة دانيال توصل للسواحل المصرية أقصى غرب الساحل الشمالي، الاتنين يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.